السلام عليكم. ازاي اعمل مقدمة للفيديو بتاعي بسهولة جدا ومن غير ما اسطب اي برنامج مخصوص؟ طبعا احنا بنسجل ببرنامج اسمه كامتازيا، وبرضه بنعمل التعديلات ببرنامج كامتازيا ستوديو. فانا ممكن ادخل هنا في لايبراري، هلاقي هنا انترو، هلاقي مثلا انترو زي دوت. اول ما ادوس عليه هيبدأ يشتغل بالشكل دوت. كل اللي انا اعمله ان انا هسحب الانترو واخلي الفيديو بتاعي بعد الانترو على طول، واجي في الانترو هيقول لي مثلا اكتب الاسم اللي انت عايزه، فهكتب مثلا بيم اريبيا. السب تايتل بتاعي ممكن نكتب مثلا عمر، والسب تايتل تو ممكن تكتب مثلا سليم، اي حاجة انت عايزها، والكالر اللي انت عايزه وهكذا. خلينا نحرك الفيديو. وتقدر تضيف اي ملف صوت، يعني تقدر تعمل امبورت ميديا وتختار ملف الصوت وتحطه مع الانترو اللي انت عايزها هنا بالشكل دوت. اهوت تبدأ تحدد. ممكن لو دوست على علامة الزائد دي تطلع لك كل جزء منهم، تقدر تتحكم فيه بشكل اقوى. اهو ده مثلا هنا هيبدأ يتحرك من هنا، تقدر تسحبه وتخليه هنا مثلا بحيث ان هو يظهر في اول فيديو مثلا. اهو فتقدر تعدل الوقت اللي هيظهر فيه الأجزاء ديت اهوت. وسهل إن أنت تربط بينهم، تعمل حركة تنقلية من هنا لهنا بحيث إن هو بعد ما يخلص على طول يبدأ يدخل في الفيديو التاني بشكل تدرج مثلا، أو فيد أو فليب أو بيج رول زي ما أنت عايز. تقدر تختار النقلة من المقدمة بتاعة الفيديو للفيديو. ممكن تلغي برضو ديت وتبدأ تشوف في اللايبراري، هتلاقي حاجات كتيرة جدا. وفي حاجات بينفع انك تستخدمها، تقدر تقول له داونلود مور اسيتس وتدخل على الموقع وتحمل مجاني حاجات مكتبة اكبر من كده بكتير. ده مثلا اهوت. ممكن تختار حاجة جميلة بالشكل دوت، وزي ما انت شايف تقريبا 10 ثواني بسيطة جدا اهوت. خليها مثلا نختار ديت، هتسحب من هنا لهنا وهتظبط دي مع ديت تمام. وتبدأ بقى تشوف ايه الحاجات المكونة للفيديو دوت. اهو بيقول لك ان في هنا لوجو مفروض بيتحط، فانت تقدر تختار لوجو اخر وتقدر تختار زيمس اخر لو انت حابب. طيب لو انا عايز اعمل ريبليس للصورة ديت، فممكن تيجي هنا وتختار الصورة اللي انت عايزها، الصورة ديت اهي، وتيجي هنا وهتلاقي حاجة اسمها ان انت تعمل ابديت للميديا، وتبدأ تختار اي صورة تانية بدلها تمام. بس طبعا الصورة تكون في نفس الحجم، في نفس الحاجة ديت تمام. خلينا نختار مثلا صورة ايمج تمام. تقدر يعني تقدر تحط الصورة بتاعت الشعر بتاعتك اللي انت عايزها. خلينا مثلا نحط حاجة زي كده، طبعا اكبر شوية، فهتبدأ تصغرها تخليها قدها بالظبط زي ما انت عايز. طبعا هو في شغل، بس ممكن بس الفيديو على شوية.